هيك هيك والله غبرتي. شوي هيك وشوي هيك. هلا الكلب يعرف السيد المخضرة أيمن رضا، ما في داعي نقول إمتى ولد وإمتى عارف شو إمتى شو إمتى شو إلى آخره. بس أنا بدي أحكي لكم شغلة يمكن كتير من الناس ما بتعرفها أو كتير من الناس بتعرفها بس مو مسترجين تحكي. أنا كمرة عامل مثل هذا فنون هذا يوتيوبرز سوري وائل شرف بيعمل هيك، خلينا نحطها ونشربها وبنحكي. شو بدنا نحكي؟ في أكلة غريبة باليابان نحكي عنها. إيه طيب يا سيد وائل شرف، في عنا 13 مليون أكلة غير شكل يمكن معفنة كمان، لكن مو بعيدة عنك بس بالنبك يا زلمة. روح السكنة عسكرية بتعرف قصص كتير وحكي عنها. شبك بما لك أنت مو حزن تحل مشكلة، يعني ليش عم تطلع على اليوتيوب عم تاخذ وقت هالعالم؟ هات بدي أحكي لك هالموضوع، بتمنى أنت كمان تعطينا رأيك حول هالموضوع هذا يا سيد وائل شرف. للأسف يعني كنت أنت معتز عقيد وما بعرف شو طلعت مو هيك للأسف الشديد. السلام عليكم. خلينا نحكي بموضوعنا، موضوعنا هو عملاق الفن السوري. طبعا ما راح ربما ما يكون رقم أول أو اثنين، بس أكيد راح يكون من أول خمس أرقام، يعني إذا ما كان أول اثنين وثلاثة يعني أول خمس أرقام راح يكون هو النجم السوري أيمن رضا. يا سادة يا كرام، هذا أيمن رضا شخص من أب عراقي أم شامية، تعرفوا هالشي؟ في كتير منكم بيعرف، في كتير منكم ما بيعرف. هذا أبوه يا سيدي كان جاي على سوريا هيك مشوار، يمكن لقاله واحدة شامية حلوة، بتعرفوا شوام حلوين يعني عن جد، ربي يحمي كل امرأة شامية أصيلة، تحياتي لهم فردا فردا، عن جد الامرأة الشامية حلوة غير شكل هيك. المهم يا سادة يا كرام، الزلمة شاف الشامية خيو حبة، المهم صار النصيب تجوزها وخلف أولاد. ايه خلف أولاد. هلا بكل دول العالم بما انك انت رحت على الدولة وتجوزت منها، هلا ألمانيا مثلا قبل بس انت مجرد ما سجلت عقد الزواج كان بيعطوك جنسية ألمانية، بعدين سوا شلون لازم يجيك ولد منها بعدين بيسجلوك عاد بيعطوك جنسية. هالزلمة جو ولد واثنين وثلاثة يمكن أربعة خمسة ما بعرف كم أخوة عنده أيمن. المهم عنده تجوز هالزلمة وللأسف ما حصل على جنسية سورية، لا هو ولا اللي معه حدا يعني ما حصل على جنسية سورية. أيمن رضا كان صغير هيك كبر، درس بالشام، درس بسوريا يعني، درس وراح المدرسة وجا كذا وهيك إلى آخره، كمان هو ما أخذ جنسية يعني، كمان هو تجوز، كمان وين وحدة شامية. إيه لأنه ما قلت لك أنا النسوان شامية حلوة يعني، أنت إذا بتاخذ شامية عمرك بيطول شي 50 سنة، عن جد عم بحكي مو عن مزح. من قصة نظافة وكذا وإلى آخره، نسوان الشوم إني أنت في شيء كل كرة أرضي أنا هيك بقول يعني، بالبيت يعني العيلة طبخة أكلة كذا، أنا هيك طبعا هذا الرأي، أنا اشتغلت كتير بالشوم بعرفهم. المهم خيو كمان تجوز شومية، لأنه شو أمنع كذا شومية شو بيطلع لك تاخذ شومية أنت يا سيدو. كمان اجوا اولاد وخدموا جيش، وهي مرة رضا كمان يمكن روح عن جيش، لا مو روح عن جيش لانه هو عراقي ما عنده هويه ما عنده جنسيه، ليش لا يروح عن جيش مثلا؟ ايه كمان اولاده كبروا، ابوه رجع على سوريا، شوف على الشام تجوز شاميه، جاب اولاد، اولاده كبروا تجوزوا كمان اولاد، اولاد يعني اولاد اولاده الزلمه هذاك اللي عراقي اللي جاء الشام، كمان اولاد اولاده كبروا كمان راحوا هيك، كمان تجوزوا من الشوام يعني. شوف انت ها كمان ما اخذوا جنسية، كمان ايمن رضا مو اخذ جنسية سورية، بتعرف هالشي انت؟ وابوه كمان ما اخذ جنسية سورية. يا ترى يعني برايكم هيك يعني يا ترى بيصير انه ياخذ جنسية او لا؟ يعني هذا هي انو قانون، هذا قانون شو هذا؟ ياخذ اقامة ويجددها ويروح على
ما بعرف لوين وكذا والى اخره. هلا مو رأي يعني فيها لبكة شوي، مو لبكة كتير، شوي مو شوي كتير، بس هي حدها نفسية يعني. يعني هالزلم هذا لازم كان الفنانين سوريا طبعا، اذا طبعا هذول الفنانين اللي نحن بنشوفهم قدوة للفن وللكذا، كان يعملوا هاشتاغ صغير من هاشتاغ يكتبوا خيو بهالعزمة هي، والله بدنا خيو جنسية، نعطي جنسية للرجل يا زلمة. انت تركي من الكليات بتعرف انه ادوار شوميه اذا بيمثل هو بيحكي شومي اكثر من الفنانين اللي هن اصلا شوام يعني. الله يمن رضا فنان صادق يعني ما بيكذب، يعني كيف ما بيكذب، ما عنده لف ودوره، كل شيء بيحكي من الاخر، كل شيء بيجي من الاخر يعني من الاخر الفيلم بيحكي، يعني ما عنده هيك هيك هيك. هلا في برامج صارت وكذا بتعرف ولا لغط ما لغط كذا صار على هذا الطولان اللي طوله صار مترين وعشرين سنتي عم يطلع على صار يوتيوبرز قطع شغلات عم بيمثل وعم بيصور وعم بيطالع وكذا، هو كمان صار يحكي انه والله هاي مرضى هيك وهي مرضى هيك وهي مرضى. يا زلمة انت ما بتجعل على حالك يعني، انت رايح الكيف شو عم تسوي بالكيف؟ ليش هذا رفيقك ما بتطلع له الجنسية السورية؟ ما انت مدعوم وكذا الى اخرين، بطولك مترين وشوي يعني، هاي مرضى واحد قصير ها؟ والكل هلا هيك فنانين كلهم عاملين مثل مجموعة تدمير لنيمار رضا. يا زلمة هذا مو سوري، لكن خرب بيتكم شلون مو سوري؟ أمو سورية أنت ما بتحكوها بشكل مباشر، عم تحكوها بشكل غير مباشر، بس أنا فهمون عليكم، فهمون عليكم، فهمون، أنا فهمون ولا فهمون عليكم. الكل عامل مشكلة مع نيمار رضا. هذا شو اسمه معموري، هذا شو اسمه معموري اللي كان متجوز عمل عرفي، وعمل عرفي ما كان تسمع كلامه، طلقته وقلعته بعدين. ايه هو كمان صار يحكي عليه ولا ما بعرف شو ما عرف شو بكون. هو لازم الفنانين سوريا طبعا، نقابة فنانين سوريا طبعا، ما في نقابة يعني، هذا زوير هذا شبيع، هذا واحد شلون بدي اقول ما بعرف يعني، هذا واحد تافه مثل ما قال هذا اسماعيل بشار، هو ضابط مخابرات يعني، رقيب ضمن فن السوري يعني، رقيب كيف يعني، مخبر، مخبر كيف فسفوس يعني، كيف فسفوس ولا ما بعرف، عاد بدها شغله مترجم يعني. هذول كان لازم يحكوا خيو هالزلمه فنان، انولد بالشام، امه شاميه وابنه تجوز كمان من شاميه، ويمكن براته كمان تجوزوا من الشام يعني، اهله وناسه يعني، ليش ما معه جنسيه؟ ما حدا بيحكي، ما حدا بيتطرق لهالموضوعات يعني ما شاء الله. وبعدين كله صار يوتيوبر، هلا كل فنانين عم يجوا على اليوتيوب، انت جاي على اليوتيوب قدم محتوى يعني مشان احنا ما نخجل، ولا هذا فنان سوري عم ياكل هوا، لا عم ياكل بوزة، عامل مقطع فيديو عم ياكل بوزة، يا جحش عيب، عيب هيك، عيب مشان الله الشبوبية هيك كذا، عيب يعني. اقدموا شيء محتوى منيح انا استفيد منك، انت مو لازمك شهرة، اول انت مشهور يعني، عالم كله بتعرفك، ما في داعي انت تقول للعالم انا عليكني هون موجود، ما في داعي لهالشي يعني. انت عمل شيء يعني يليق بمكانتك كفنان سوري يا سيدي الفلتان، عفوا الفنان، هاي بكره يجوا هذول كمان، هذول شو اسمه ايه، بتمنى فنانين سوريا اللي 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 عنده كلمة مسموعة عند هذا النظام اللي شو اسمه ايه نظام الطولان، النظام الديمقراطي، اكتر نظام ديمقراطي هو النظام سيد طولان سيد بشار، بده يجيب ابنه طولان كمان يحط محله، هيك العمل يعني عنده طبعا، هيك عم يفكر، لنشوف ايش بصير بعدين. هاي مو مشكلتنا، ورا نحكي بهالموضوع مشان سيد فنان اذا شاف هالفيديو ما يخاف، ما يتكركب يعني، ما يصير عنده مشكله. لازم انتو كفنانين طبعا اذا كان عندكم ذوق، عندكم اخلاق، تحكوا بهالموضوعات بشكل جدي، بشكل صادق جدا، بشكل وتكونوا اوفياء يعني للفن ولزميلكم بمنة الفن يعني، تجيبوا له جنسيه سوريه، عطوا جنسيه سوريه يا زلمه. هلا بكره شو بيسوي؟ بجوز يعطوا جنسيه سوريه ياخذوا كل العيله على الجيش، مو هيك؟
عتيجي نزيه سوريا بعد 10 سنين خليه يروح على الجيش، مو بكره يروح تاخذهم على الجيش، ما بصير هيك هون، مشكله يعني. عرفت شلون؟ ايه شربتوا قهوه منيح. اتمنى لكم التوفيق يا سادة الفنانين، بس انا بتمنى عنكم اللي سمع الفيديو طبعا يحكي كلمة حق بحق الزلمة، ولا بحرق لي قلبي وقت بشوفه. وعن جد انا بحبه، لا ليش؟ لانه هو مو مستنى، هو انسان فنان. فنانين سوري هن بينعدوا على اصابع، يعني هن كانسان فنان، مو انه مستنى فنان. الا هي قردة تانية شو اسمها، هي موارد ما بدي احكي عنها، كل واحد راح يعمل عنه فيديو. المهم هذا الطويلون خير وخدر، يعني انت الرأي على كيف هذا شو اسمه كورونيا، شفت لك فيديو والله واحد بغجال، عيب عليك لو، والله عيب عليك، والله فضحتني انت بين الناس يا باسم يا اخوي، والله فضحتنا. وش اقول؟ شو رأي على الكيف انت؟ بس انت رأي على الكيف، في عنا 50 واحد حرامي موجود بالكيف، والله عندي بالبلد اكثر من 20 واحد حرامي موجود هني. بدك اسمه بعطيك، بدك ارقامه بعطيك، كم بعطيك، ما بيطلعوا فيديوهات ولا بيطلعوا شيء. وما انا مصاري بيشتروك، ها بيشتروك ببيعوك انت نايم، الله وكيلك. بس عيب الحركات يا ولد، كون زلمة زين يا ولد، سير زين. يلا اورفار اورفار، هي فرنسي مو هيك؟ الله خير تصبح على خير، ماشي عليه وسهلين، يلا تكون بخير. بس قبل ما تروح حبيبي اعمل لايك للفيديو واشترك بالقناة، يعني بدنا نوصلها ل 13 مليون مشترك، ماشي؟ اعمل لايك كمان للفيديو، ايه، وقول رايك بالصوت بالصورة كذا. الموضوع كلياته قيم لي اياه هيك، من يعني قديش تعطي من 10؟ مثلا واحد من 10، 6 من 10، 10 من 10، وش رايك بالموضوع؟ بالله يذقول وتكون بخير، استودعناكم.